وزاره الداخليه فكرت ودارت واحد النظام جديد وهو التطبيق ديال هاد الرخص ديال السلاح والصيد اللي هما غيكونوا تطبيق ديال الرخص بيومتريك. فعلا هاد العمليه راه بدات تقريبا هذه واحد شهرين والعمليه خدامه. الناس اللي تيوضعوا الملفات ديالهم راهم تيتوصلوا بالرخص ديالهم بعد ما تيدوزوا امام واحد اللجنه اللي تتكون مكونه من واحد العدد ديال الاجهزه وبرئاسه السيد رئيس قسم الشؤون الداخليه عمله المحمديه. ومن هذا المنبر تنبغي نشكر السيد هشام المدغري عامل عمله المحمديه وبشخص السيد رئيس الشؤون الداخليه وكذلك الموظفين اللي تابعين لهذا القسم اللي هما ساهرين ليل نهار على اساس باش يوفروا هذا الرخص ديال الصيد وحمل السلاح. كما قلت السي خالد هو كاين واحد التصحيح ديال هذه المنظومه ديال الرخص ديال حمل السلاح او ديال القنص بعد ما القناص توفر فيه الشروط وهذاك الملفات تيتوضعوا امام كما قلت واحد اللجنه مكونه من واحد العدد ديال الاجهزه اللي هما تيبداو الراي ديالهم وتيبان لهم انه القناص توفر فيه الشروط تيتوصل بالرخصه ديالو ديال حمل السلاح والصيد بيومتريك. اليوم كما علاش انا وجهت الشكر للسيد العامل ولا السيد رئيس قسم الشؤون الداخليه لان كانت واحد الزياره البارح للمكتب ديال السيد رئيس الشؤون الداخليه كان رئيس السيد رئيس الجامعه الملكيه المغربيه للقنص والسيد رئيس الفرع الجهوي جهه الدار البيضاء الصات وعبد ربيه كرئيس النادي البلدي لازمته ووعدونا كما وعدنا السيد رئيس بانه راه كاينه تعليمات من وزاره الداخليه على اساس الناس اللي باقي ما توصلوش بالرخص ديالهم راه غادي يطبعوا لهم في واحد المده مؤقته راه تما يخرجوا لهم لي بيرمي ديالهم. يعني بالنسبه للقناصه انا تنبغي نوجه من هذا المنبر نوجه لجميع القناصه لانه اللي مشى للعماله وكان اجور يعني دافع الملف ديالو راه غادي يطبعوا له البيرمي ديالو ويمشي الصيد بدون اي مشكل. إذا بصفة عامة كاين شي استعدادات ديال القناصة العاملة بعملة الموسم الجديد؟ تقريبا هو واحد 70% أو 80% ديال القناصة اللي هما جاهزين باش يفتتحوا الموسم ديال القنص 2019-2020. الجامعة الملكية وزعت على الجهه ديال الدار البيضاء السطات راه واحد 5500 حجله توزعت في المناطق اللي غادي يخرجوا يصيدوا فيها القناصه ان شاء الله بحول الله نهار الاحد.